السلام عليكم، سلام البنات، سلام حبوباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ معكم سمات، نرحب بكم من جديد على القناه. كدايرين مع السفر، كدايرين مع الطريق، كدايرين ما عرفتوا سافرتوا ولا ما سافرتوش؟ المهم كتبوا لي هادشي في التعليقات باش نعرف الاخبار نتاعكم نتوما. نتمنى الفيديو نتاع اليوم يعجبكم، واللي غادي يكون ان شاء الله كما شفتوا في العنوان تحضيرات للسفر، وغادي يكون ان شاء الله لوازم السفر، المستحضرات للسفر. كاين بعض الاشياء اللي اشتريتها وبعض الاشياء اللي توصلت بها، جميع الاشياء اللي غادي تشوفها ان شاء الله اليوم مرتبطه بالسفر والتنظيم. حوايج اللي غادي نسهل عليكم بزاف تاع تنظيم تاع حقيبه السفر، تنظيم تنظيم الحقيبه ان شاء الله غادي ندير لها فيديو خاص، لحقاش غادي نوري لكم تنظيم الحقيبه نتاع الدراري وتنظيم الحقيبه نتاع الكبار. فيديو ان شاء الله غادي نديرو لكم، متاكده ما ان شاء الله انا غادي نقول ان شاء الله، ما غاديش نقول لكم متاكده، ولكن ان شاء الله غادي يكون على القناه، غادي نحاول نديرو ان شاء الله قبل ما نسافر. هذا الفيديو هذا غادي يكون فيه مستلزمات للسفر. مؤخرا توصلت بواحد الكوموند ليا كبيره بزاف، غنخليكم جميع الروابط نتاع هاد الاشياء هذه، مستلزمات للسفر التحت في صندوقي الوصف، وشريت بعض الاشياء منهم واحد الحقيبه نتاع السفر اللي غادي تشوفوها ان شاء الله اليوم. نتمنى الفيديو نتاع اليوم ينال اعجابكم. ما تنسوا اذا عجبكم الفيديو نخليو لايك ليه، نرحب بجميع تعليقاتكم، فيديو اخرى بغيتو تشوفوهم سواء في هذا الاطار، فيديوهات مع ميسا، فيديوهات بوحدي، خليو لي هادشي في التعليقات. نبدا دابا على بركه الله. واول حاجه غادي نبدا بها هي حقيبه السفر اللي شريتها من شوروم بريفيو. شوروم بريفيو هو واحد الموقع فيه بزاف ديال البائعين ونورمالمون تيديروا بزاف نتاع لي بروموسيون، هو موقع فرنسي يعني محال واش توصل للمغرب. بالنسبه لهاد الشنطه هادي كانت 235 اورو، وانا شريتها ب 45 اورو، دايره بحال هكا، وهي لا مارك نتاع بي بي، كاينين ال بي بي، ال بي بي، كاينين بزاف ديال لي مارك اللي حاليا انايا كنت دابا عاوتاني في شوروم بريفي، وكاينين بزاف ديال الشنط اللي هما فيهم التخفيضات، غير خاصكم وقت باش يوصلوكم، يعني تيعطو ديك المده نتاع 15 يوم لمده نتاع 20 يوم عاد يوصلوكم. دابا كومونديت وحده صغيره باقي ما وصلتنيش، الا قبل ما ندير انايا الفيديو على اليوتيوب وصلتني راه غادي ندخلها لكم في الاخر نتاع هذا الفيديو هذا. كومونديتها عاوتاني من شوروم بريفي، ولكن عاوتاني بائع واحد اخر. دونك الشنطه دايره بحال هكا، مازال غادي نوريها لكم كما تشاهدوا معايا. هي شنطه مشنوطي اللي كبيره خفيفه، يعني ماشي دوك الشنط اللي تيكونوا ثقال، هي خفيفه سهله بحال دوك الشناطي. المهم زعما انايا حيت وصلتني شفت بان الثمن تاع اللي خلصت ليها 75 اورو، ما ندمش عليه. كيفا غادي نحلها باش تشوفوا معايا الوصف نتاعها كي داير. وهنايا تتسد، يعني فيها القفل نتاعها الا بغيتي تسديها. الداخل نتاعها داير بحال هكا، كاين هاد ليطاج هذا نورمالمون فيها هاد الاشياء هادي تيكونوا في جميع الباليزات. وهنايا كاين فيها واحد التيكيده كيفاش تستعملي القفل ديالها. هنايا تيمكنوك من جمع الملابس الداخليه من الاحتفاظ بها، وهنايا عاوتاني يمكن تجيبي الفريجري وتسديها من هنايا، لو كتسدات من هنايا فوالا. هذا ما يخص الباليزه، غادي تعجبكم لحقاش خفيفه، خفيفه فريمون خفيفه جدا 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 جدا. ماشي شنطات تيكونوا ثقال 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 ثقال، تزيد تعبريهم تلقى في الشنطه بوحدها غير 5 كيلو، هذا بوحدها بلا ما تحل عمريها غير بوحدها 5 كيلو. وغادي نكملوا ان شاء الله الفيديوهات نتاعنا في مستلزمات للسفر، الاشياء التي اشتريتها. بالنسبه لهذا الشيء اللي غادي نوري لكم ان شاء الله، غادي نوري لكم فطر شريت ليا، شريت لزوجي، شريت لميسا، وشريت ليا نيس من لامارك ناف 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 ناف. نورمالمون الفطر نتاعهم راهم معروفين، لاكاليتي نتاعتهم غزاله جدا، لقيتهم ناقص 70% وخديتهم في الصولد نتاع النهار الاول. دونك غادي نوري لكم الفطر اللي خديت، هما فطر اللي هما عاديين ولكن هما بخاتيك، غادي نقول لكم اللي كنتو بغيتو تصافو راه غادي يدوقو لكم.
دونك بالنسبه ليا نيس وميسا خديتهم فوطات اللي هما مويان با خديت الميسا الغوز وهو اليانس في الزرق. بالنسبه لزوجي خديت لي عاوتاني وحده كبر خديتها ليه في الزرق. بالنسبه ليا يعني درنا بحال بحال ايكيب او خديت ليا انايا هذه كبيره في الغوز. عاوتاني خديت واحد الكيت اخر ابا دونك هذا الكيت هذا اش فيه؟ فيه فوطه صغيره هي هذه وفي الفوطه عاوتاني اكبر هذه نتاع الشعر. نورمالمون خديت ليا عاوتاني نفس الشيء وخديت عاوتاني لزوجي ما خديتش للميسا وليس. دونك خديت ليا انايا هادو فوطه نتاع الفوجه وفوطه نتاع الشعر. وبالنسبه لزوجي غادي ياخذ الفوطه نتاع الفوجه، اما بالنسبه للفوطات نتاع الشعر فغادي تاخذها ميسا. دابا غادي نوري لكم الجزء الثاني الاشياء التي توصلت بها. غادي نخلي لكم الروابط نتاعهم لتحت في صندوق الوصف. جميع هذه الاشياء هذه غادي تمكنكم من تنظيم حقيبه السفر بواحد الطريقه اللي هي هائله ان شاء الله. هادشي غادي تشاهدوا معايا ان شاء الله في الفيديوهات القادمه على القناه. اول حاجه غادي نبداو بها كاينين بعض الاشياء اللي تنظم حتى للبيت. غادي تشوفوا معايا ان شاء الله هادشي هاد لي زارتيكل اللي غادي نوري لكم. دونك اول حاجه وهو هذا، هذا خطو مثلا في المطار. في المطار مثلا كتبغي تشري شي حاجه او ما عندكش فاش ديريها، دونك هذا تيلصق لك في لافاليز، لافاليز صغيره هو تيتحل بحال هكا تيكون مجريه في البساط نتاعك، تتحليه بحال هكا تتعمريه تديري فيه داكشي اللي بغيتي وتتحطي هكا فوق الباليزه نتاعتك وحيت تكملي منه. قال لك كاع مثلا بلا باليزه تبي تخرجي مثلا تبي تشري تقطي بعض الاشياء في المغرب دايرين زيرو ميكا يمكن. دونك فريمون زيرو ميكا ما عرفتش مطبقه 100% ولا لا يا. دونك اذا كانت فريمون زيرو ميكا لابد لكم من هاد السيكان هادو، لابد تقداو وتشريو بعض الاشياء. دونك لابد لكم من هاد السيكان هادو. الشيء الثاني واللي بزاف منكم ما تردوليش البال حيت نبغيو نجمعو الصبيبات نتاعنا، الصبيبات نتاعنا تنمسحوهم من التحت تنغسلوهم ولكن تنديو معنا سبرديله صباط الطالو لي بالغين، تنديو معنا سنيديرات تنحطوهم هنا هكا تنعاودو نخرجو بيهم عاوتاني تنحطوهم في الباليزه ونحطوهم حدا الحوايج، نحطوهم مثلا حدا الحوايج عصله. دونك لابد لكم من اشياء تحطوا فيها السنيدرات نتاعكم السبرديلات نتاعكم. نورمالمون هذا كيت فيه 10 فيه 10 ورخيص بزاف. غادي نخلي لكم الرابط نتاعو تحت في صندوق الوصف والرابط تاع التشويكيت هذا اللي ما عرفتش كيفاش نردو نسدو، غنخلي لكم تاهو الرابط نتاعو تحت في صندوق الوصف. بالنسبه لهذا الموقع هذا، بالنسبه لهذا الموقع هذا لطيسف لجميع الدول العربيه لتونس المغرب والجزائر. يمكن لكم تكومونديو منه عينيكم مغمضين. دونك بالنسبه لهادو فنتعت الاحذيه كاينين فيهم 10 هو كيت فيه 10 يعني انايا غادي دير لي اني وليدات نتاعي. هنايا تحطي الصباط نتاعك وهنايا تيبان ليك الصباط والصنداره والصباط. يمكن مثلا الدراري يمكن ليا كنحط في واحد سبرديله نتاع تيانيس نديرها نتاع تيانيس ونسدهم. دونك ما محتاجش ندير سبرديله في الصافي من غير الكبار. مثلا زوجي كيت مع جوج ولا ثلاثه نتاع الصباط دونك تنحطهم انايا هنايا ولا انايا اللي بغيت نبدل. دونك هادو كيما قلت لكم طاي وحده فيهم 10 داير بحال هكا وراه رخيصين بزاف 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 في الموقع. دونك هذا بما يخص الصباط بعدا التهميس منه. غادي تشوفوا معايا ان شاء الله هادشي كيفاش غادي ننظمو في حقيبه الصفر اللي غادي تكون ان شاء الله في المستقبل على القناه. بالنسبه لهذا هو فاش غادي ننظم ان شاء الله حقيبه ديال السفر دايره بحال هكا. غادي نحلو باش تشوفوا معايا كيفاش غادي يكون هذا المنظم. هذا هذا المنظم هذا فيه فاش غادي نقول لكم بلاتي انا بعدا غادي نوري لكم كيفاش تشوفوا من البيت. دونك هذا المنظم تتحليه هما بليزات صغيورين تنظمي فيه الملابس الداخليه نتاعتك جميع الاشياء البيجامات الحويجات نتاع الدراري الصغار وتتنظميهم هكا تتستفيهم هكا فوق الباليزه نتاعتك. دونك هذا نورمالمون هادي يمكن ليا انايا نستفيها البيجامات ديالي، هزه ليا البيجامات اللي غادي نلبس. هذا مثلا غادي نسد فيها الملابس الداخليه، هذا غادي نلبس فيها شي تويشيات. دونك هذا غادي ندير فيها مثلا القشر ديالي،
هذا غادي نجمع فيها مثلا جميع الاشياء اللي تخص بالشعر. دونك كل حاجه خاصها تكون منظمه في بلاصتها. وهذا الكيت هذا تا هو رخيص، غادي نخليكم تا هو الرابط نتاعو تحت في صندوق الالوان، وكاين الوان اللي هما مختلفه. انا اللي خديت هذا في الغوصي، وكان عندي واحد الزرق راه وريت لكم انا فيما مضى شحال هذه وريته لكم اللي تخطو من نفس الموقع. وغادي نوري لكم الان كيفاش ممكن لك انت تجمعي هذه الاشياء هذه او تنظمي الباليزات نتاعك بهذا. غادي نزومي عليه وهكذا ترتب حقيبة الصفر. هذا الشيء ان شاء الله غادي تشاهدوا معايا في الفيديوهات المقبلة على القناة. غادي نكملوا دابا على بركة الله خديت اتروسات سبيسيال للصفر لحقيبة الصفر. خديت ليا انايا واحد في الغوز هذا داير بحال هكا، كاينين الوان اللي هما متعدده حتى هو. غادي نخلي لكم الرابط نتاعو تحت في صندوق الوصف. هذا هو اللي غادي نجمع فيه جميع الاشياء التي تخص في الحمام. غادي نجمع فيه الشامبوان، غادي نجمع فيه المشطه، غادي نجمع فيه. وهذا نورمالمون حتى توصلي في عين المكان مثلا غادي رشي اوطيل تتعلقي في هذه اللعيبه هذه اللي كاينه هكا، وتيبقى هكا محلول وتيبقاو المسائل نتاعك بيني ليك غير تجبدي داكشي اللي بغيتي. دونك كاين هذا في الغوزي اللي اختاريته ليا انايا باش نبقى خدام، كما اخترت ليا دوك لي غونشمون في الغوزي. غادي تشوفوا غادي تشوفوا واحد البليزه كلها هي غوزي، واختاريت وحدين اخرين من شكل اخر عاوتاني للدراري ولزوجي. بالنسبه لهذا غادي نحلو لكم باش تشوفوا معايا كي داير. دونك كاينين بزاف نتاع لي موتيف للدراري الصغيورين اللي عندكم وليداتكم اختاروا لهم دي موتيف خاصني بالوليدات الصغيورين. كاينين حتى لي موتيف خاصني بالديسانيلي. نتوما يدخلوا الموقع راه غادي تلقاو بزاف نتاع الاشياء اللي غادي يعجبوكم. دونك بالنسبه لهذا هو غونجمون اختاريتو الميسا، نجمع فيه كاع داكشي نتاعها داير بحال هكا. هنايا تجمع فيه المشيطات نتاعها، هنايا تجمع فيه دوك لي بيجو نتاعها، وهنايا تجمع فيه باش تغسل وجهها، باش تحك سنانها، باش تنظف الوجه نتاعها قبل النوم. دونك كلشي خاصو يكون ليها هنايا وديرو في الباليزه نتاعها. ونفس الشيء تا هو فيها ديك العلاقه باش توصل لعين المكان يتعلق ويبقى كلشي باين ليها هنايا. دونك اختاريت هادو كما قلت لكم دي موتيف دايرين بحال هكا، اختاريتهم ميسا. واختاريت هادو دي موتيف دايرين بحال هكا، غادي تحلو باش تشوفو معايا لي موتيف. هادو اختاريتهم يانيس داير بحال هكا، شفتو معايا دي موتيف زوينين. وهذا الشيء كاع كلشي راه مكتوب فيه راه سبيسيال ديال السفر، يعني فيديو فريمون تيم ديال السفر. دونك هذا اختاريتو لزوجي داير بحال هكا. دونك كل واحد عندو لون، كل واحد كلشي خاصو يكون منظم عندو باش يدير فيه المسائل ديالك. دونك هذا بما يخص تنظيم ديال ما يخص الحمام والتنظيم ديال الملابس. دابا غادي بشويه بشويه خديت حويجه اخرين لحقاش باقي ما كملتش. دونك خديت هذا عاوتاني لحقاش هذا الاولاني اللي خديت ليا خديته مثلا للحمام، وهذا هو اللي غادي نجمع فيه داكشي نتاع الشعر، اي حاجه تخص بالشعر، جميع الاشياء التي تخص بالاسنان اللي بخصني تستعمل الزيوت. دونك لا بد خاصني ندي معايا هاد المسائل هادي، خاصني اكثر من اتروس انايا. ونسيت خديت هادو نورمالمون حيت كنت نقلب انايا في الموقع قبل ما نلقى هادوك نتاع الصباط. كاينين هادو اللي هما انديفيديال دايرين بحال هكا، غادي نخلي لكم طوا الرابط نتاعو تحت في صندوقي الوصف. هنايا تتحطي مثلا الصباط نتاعك وتتسدي عليه بالسلسله. دوك هادو تيكونوا شي شويه كلاس، ولكن الا خشيتي واحد واحد عاوتاني هادوك راه 10 يعني تيصدقوا رخاص. مع هذا عاوتاني بغيتي تشري واحد عاوتاني واحد عاوتاني واحد تيكون عاوتاني شي شويه غالي. و اون بليس لقيت بان الغوز غير بيغ دو ستوك، دونك لقيت غير البلو ديتو للسبرتيله ديال الزوج غير بحال هكا. وهنايا غادي تبان ليه غادي يبان ليه ومن مور غادي يبان ليه الباسكيت نتاعو. هنايا نورمالمون خديت هاد الفيستات تديري فيها الفيستات وتتحطيها ديريكتومون في الباليزه، بلتي معاك واحد المعلق حتى توصلي في عين المكان، تتقبسي تديري داكشي في المعلق وتتعلقي وتيبقاو ليك الباليزات الباليزات نتاعك، تيبقاو ليك الفيستات نتاعك نقيين. وخفيت ما يخص السفر، نكمل لكم ما يخص السفر عاد نشوفو ان شاء الله الحوايج اخرى لحقاش خديت حوايج اخرين للتنظيم ديال البيت اللي غادي يعجبوكم. دونك خديت هذا خاص بالسفر، هذا نورمالمون هو اللي تتكولي في الباليزه
انا غادي نوري لكم غادي نحلو وهاد النوبة هذا تيتحل بحال هكا تيتحل بحال هكا مالمون كيما قلت لكم المغرب دايرين زيرو ميكا ولكن ما عرفتش زيرو ميكا واش فريمون زيرو ميكا ولا غير زيرو ميكا دونك هذا داير بحال هكا تتعمريه حتى هو تيكون غير في الصاك نتاعك الحاجه اللي فيه زوينه فهاد الصاك هذا هو سام بيتي ساك كي ترانسفورم اون تري غرو ساك با فوالا ما شيري واش عرفتوا معايا ديك اليديه نتاع تلعب عليه الصغيوره اللي كطلعوا معاكم من الطياره عندها واحد اليدي دونك مالهم هذا تيعمر وتيتخشى في هذيك اليدي وتيبقى بحال الا نطلع حاجه وحده معاك دونك هذا مثلا جايه من المغرب بتديري فيه الحليوات نتاعك اللي كتجيبي معاك المغرب بلا ما يتحرسوا لي خاتيك خاتيك دابا غادي نشوفوا واش غادي يرجع لينا واش غادي نقدر نرجعو عليكم بكل سهوله ومكتوبه في الطياره حتى هو غادي نخليكم الرابط نتاعو لتحت في صندوق اللصق دابا غادي نرجع معكم عاوتاني لتنظيم الحقائب ودابا وصلنا الحقيبه نتاع زوجي وريت لكم بانني خديت ليه هذا الكيت هذا نورمالمون التنظيم نتاع الاشياء اللي غادي ديها للحمام نتاعو تاع الشامبوانات وداكشي نتاع الشعر بالرجال ما كيديوش بزاف راه العيالات هما تيديو بزاف دونك خديت ليه تنظيم الحقيبه نتاعو هذا الكيت هذا نتاع ديبتي دبعيس يدير فيها البيجامات نتاعو الشورطات نتاعو القويميشات التيشيرتات دونك هادي بحال اخرى ديك لا غوز اللي وريت لكم الاولى اللي خديت ليا اللي خديت ليا انا حتى هذا نفس الشيء يدير فيها الملابس نتاعو الداخليه دونك الباليزه نتاعو حتى هي غادي تكون منظمه وحدها هاد الكيت هذا حتى حاجه ما غادي تكون مخرطه ونفس الاشياء خديتهم للدراري حتى هما غادي نوري لكم انا هي اللوينات اللي خديت خديت هذا وخديت هذا كاين من بعض الالوان اللي انا ما لقيتهمش مثلا هذا خديتها الميسه لحقاش خديت ليها هذا هذا الكيت هذا مع هذا وانا يا خلاص راه شفتو معايا الكيت نتاعي هو هذا ويانيس كنقلب لي على الصبرق ما لقيتوش و قلت ليه الخضر خضر اي ماما لي دو وي بوا كايسا سي بو موا وي ويا نيس خديت ليه هدايا مع الزرق ماشي مشكل وباقي صغير دونك ما غاديش نشوف فيها ديرات حدايا ما ينسى تقول لي هذا نتاي هذا ما ينسى مبسوط وباقي صغير حيت يكبر ويحل حلال دونك دايره بحال هكا حتى هو نفس الشيء نفس الاشياء فاش غادي نضم ان شاء الله الملابس نتاعو كاينين فيه بزاف نتاع الاشياء وي اونسبيت خديت واحد الصاك الصاك هذا ماشي ليا الصاك هذا خديتو الميسا هو صاك وفي نفس الوقت حقيبة تحت نتاع الظهر دونك هنايا كاينة السنطة نتاعتها فرحانة دونك الحقيبة ديالتها دايرة بحال هكا حقيبة تحت البنوتات الصغار و حتى هي غادي نخليكم الروابط نتاعها لتحت في صندوقي الوصف دابا نضمن باننا انتهينا ما يخص السفر خديت واحد التريبي ليا انايا دونك هاد التريبي هذا هو خفيف ماشي بحال هذا اللي عندي انايا ثقيل التريبي هو اللي تيقبط لينا الكاميرا زعما الكاميرا ماشي شي حد يصورني قبطها ليا التريبي سا 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 فا افيك اون كارتاج فوالا لا ميم مارك وي سي لا ميم مارك ماشي دونك هاد التريبي هذا غادي نتي معايا الا قدرت نصور شي حاجه راه غادي نصورها هو خفيف تيدار في حقيبه السفر وغادي يليق مثلا بغيتي ديري دي بلوغ ولا بغيتي ديري شي حاجه المهم غادي نتي معايا الا قدرت نصور شي حاجه راه غادي نصورها ولا ما قدرتش راه غادي نبقى ان شاء الله غادي نصور لكم لي بلوغ هنايا ولا سفرة الشيخ كونطاك ولا حقاش المغرب غادي يكون عاوتاني عائلي دونك صعيب بزاف باش تجيبي الكاميرا نتاعك وتصوري الا بغيتي تصوري دي بلوغ ولا شي حاجه المهم غادي نشوف على الاقل غادي يكون على الاقل فيديو واحد اخر واحد على الاقل وانشوفو وهو تيتسد بحال هذا دونك هذا غادي انتريسي اليوتيوبرز ومن نتوما بلا يوتيوبرز تبغوا تخدو تصاور لكم العائله نتاعتكم غادي بغيتو شي حاجه اللي هي خفيفه وبغيتو حتى حد ما يخفي على التصويره وكلشي يتصور في هذيك التصويره دونك تنصحكم بهذا اللي غادي نخلي لكم حتى هو الرابط تاعو لتحت في صندوقي الوصف غادي ثلاثه نتاع التويشيات هادي دايره بحال هكا هادي هي البونجا اللي غادي نبدا نغسل بها الجاج ديال الحمام جاج نتاع الحمام تنغسلو بواحد الجيكس ولكن خايفه انا يضروا ليا داك الشيكس هو جيكس دايره شي حلفه بحال تاع
حلفة دايره بحال جيكسا، اما هذه فتتكون براتيك تتعمريها غير بالبرودوي تتمسيها وتتبقي تمسحي بها مزيان الجاج نتاع الحمام وتمسح لك جميع الطبايع نورمالمون نتاع الحمام. انا غادي نجربها وغادي نقول لكم عاوتاني الراي الصريح عليها. دونك خديت هذه وخديت دو بانيي دايرين بحال هذا، واحد اللي غادي نديو معانا، هذا اللي غادي نديو معانا غادي نجمعو فيه جميع الملابس اللي هما متسخه باش ما عاوتاني ما نرطوهمش في البليزه باش ما يخربقو ليناش عاوتاني ليا. ولا واحد خرج الملابس اللي هما متسخه غادي نديرو في الفاني طالب عاد الجمع باهيه وحده فيها الملابس المتسخه دايره بحال هكا. هادشي الا ما صبناش بعيني المثل دايره بحال هكا. واخا ماما ما تخليناش واخا ماما تقول لي كل نهار اري عندك شي حاجه ما تصبني اري عندك شي حاجه ما تصبني، ولكن لا بد تمشي وكاين واحد شويه نتاع الحوايج اللي هما تيكونوا شي شويه متسخين دونك تجمعهم هنا تبقى من عليهم. وحده حاجه توصل في الدار عطيني لي كولي. دونك غادي ندير وحده في بيت ميسا وحده في البيت نتاع يانيس. دونك هذه دايره بحال هكا غادي نوريها لكم من بعد، وهذه دايره بحال هكا. شو لا سي بور يانيس شو لا بور موا معايا تتجمع حتى هي من هنا. دونك حويجات اللي هما للتنظيم. حبيباتي الفيديو ديال اليوم راهكم نتمنى يكون اعجبكم ويكون مفيد لكم. ترحب جميع الاقتراحات نتاعكم، اقتراحات لفيديوهات اخرى بغيتو تشوفوا على القناه كتبوا لي هادشي في التعليقات. ما تنسوا الضغط على الجرس الموجود امام خانا وقاعه الاشتراك باش توصلوا بالجديد نتاعي ومتابعتي على الفيسبوك والانستغرام. خليكم الروابط نتاعهم لتحت في صندوقي الوصف. نتمنى لكم امسيه طيبه، عطله صيفيه ان شاء الله سعيده للجميع، ورجع ان شاء الله الى البلاد مزيانه، ورجع ان شاء الله الى البلد اللي هي تستقبلك ان شاء الله حتى هي مزيانه. ما تنساو روابط نتاع جميع المنتجات اللي وريتهم لكم اليوم، ماشي جميع المنتجات ولكن المنتجات اللي توصلت بهم انا غادي نخلي لكم الروابط نتاعهم لتحت في صندوقي الوصف. الى عجبكم نتمنى لكم وصيه طيبه، نهاركم سعيد، الى اللقاء.